بالنسبه لصلاه العيد هذه بادره طيبه، علاش؟ لان الكوفيد زاد انتشر، وبحكم ان العيد والاجتماع وما كاينش التباعد تكون عاوتاني واحد المعضله خطيره كما وقعنا في العيد اللي داز. تلقوا العيد وتلقوا دوك الرحبات ديال الحواله وداك الشيء، وقعت مشاكل كثيره. دابا راه الحمد لله كاينين على الكراجات، الحمد لله اللي كاين العيد. تصور الى داك لا عيد لا صلاه راه واعره. اذا الصلاه الواحد يصلي في بيته ويصلي مع الاهل ديالو ومع العائله ديالو. اولا الراي العلمي مقدم على راي الفقهاء، الفقهاء كيستاندوا الراي ديال العلماء، العلماء الاختصاصيين المختصين. هذوك العلماء الاختصاصيين لا اشاروا بانه خاص الاجراءات، اجراءات لا مناص منها لا مفر منها. كما صليناها السنه الماضيه صليناها كاسره كلها دازت مزيان الحمد لله مع وليداتنا وكاسره، جميع الاسر كنتمنوا انهم يصليوها بجميع الطقوس ديالها وتكون مقبوله ان شاء الله من عند الله سبحانه وتعالى. والوقايه خير من العلاج، اللهم لا نصرف ديورنا ونكونوا سالمين وحسن من بلا ما يتورط. بارك راه العالم كله مورط ونزيدو نتورطوا، والدوله ديالنا وهادو تيفكروا في مصلحتنا، مصلحتنا بنتي هي الاول. انا متفق معهم، ما خصهاش تكون في عيد الكبير، لان كاين لا مالادي ديما كاينه وكوفيد ديما كاينه، والانسان تيخص الانسان الله يعطيك الرضا، راه الانسان في واحد القضيه يديرها الانسان في الراس ديالو، راه ما بقاوش نستناو الدوله هي اللي حتى تحبسنا حتى ديرنا هذا بزاف ديال المسائل. لا، الانسان راه بصير على نفسه.